اهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في نشره اقتصاديه جديده ونستعرض معاكم النهارده مجموعه من العناوين وزي ما انا قلت لحضراتكم امبارح ان الدولار بدا موجه كبيره من التراجع الجنيه بيصعد قصاد الدولار كمان الذهب بدا يفقد 650 جنيه خلال اسبوعين تماما زي ما انا قلت لحضراتكم امبارح النهارده احنا بنتكلم ان الدولار وصل 50 جنيه النهارده خلينا استعرض معاكم النهارده الخبر الاول الموجود معنا في النشره الاقتصاديه والدولار بيتراجع ل 50 جنيه في السوق السوداء وتوقعات بنزول الدولار ل 46 جنيه خلال ايام. وصل سعر الدولار التراجع في السوق السوداء اليوم وتراجع من مستوى 56.4 جنيه خلال تعاملات يوم الاحد الماضي الى 50 جنيه في تعاملات اليوم في ظل حاله من الارتباك تشهدها السوق الموازي بعد عده اجراءات شهدتها السوق خلال الأيام الماضية، وتوقعت مصادر أن يواصل الدولار رحلة الهبوط ليصل لنحو 46 جنيها خلال الأيام المقبلة في ظل توافر سيولة دولارية كبيرة لدى البنوك لتلبية كافة احتياجات المستوردين خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الإجراءات دعمت هذا الأمر منها قرب إعلان صندوق النقد الدولي عن الاتفاق بشكل نهائي لمنح مصر القرض الجديد تحصل عليه يتراوح من 7 ل 10 مليار دولار كمان ساهم في هبوط السعر الجهات الامنيه قامت بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وفقا للقانون وتقديمهم للمحاكمه بتهمه الاضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف ما يخالف تحديدا قوانين البنك المركزي لانه طبعا ده ممنوع لو على قيام البنك المركزي خلال الفتره الماضيه برفع الفائده 2% على الإيداع والإقراض لمواجهة التضخم. كمان من المتوقع خلال الأيام المقبلة دخول سيولة دولارية ضخمة تصل لنحو 42 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وده رقم كبير هيلبي كل إحتياجات المستوردين، هيلبي كل إحتياجات السوق وبالتالي فعلا الدولار من المتوقع أن يواصل رحلة الهبوط لأنه في الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت كان مجموعة من المضاربات لا أساس لها ولا سند لها. لما الدولار النهارده تخطى حاجز ال 70 71 75 دي كلها طبعا كان مضاربات في السوق ليس لها علاقه بالسعر الحقيقي للدولار اللي هو قال عليه صندوق النقد الدولي ان السعر الحقيقي للدولار امام الجنيه الدولار ب 36 جنيه ده السعر الحقيقي الواقعي للدولار واللي ان شاء الله في الفتره اللي جايه هينزل الدولار زي ما انا قلت لحضراتكم امبارح وباكد عليكم تاني انه الدولار في موجه كبيره من النزول. في الحقيقه مش الدولار بس هو اللي في موجه نزول الذهب كمان الذهب كمان في موجه نزول عايز اقول لحضراتكم ان عيار 21 العيار اللي احنا مغرمين بيه الشعب المصري يعني فقد 650 جنيه في اسبوعين احنا بنتكلم من العيار وصل في بعض الفترات الجرام وصل 4100 جنيه ده غير المصنعيه يعني يعني لو هضيف عليه المصنعيه هتكلم عن 4300 جنيه النهارده ب 3450 جنيه يعني بدون المصنعيه فقط 650 جنيه في رحله النزول الواقعيه لانه زي ما انا قلت لحضراتكم وتابعتوا معايا في النشره امبارح انه كان تقديرات الذهب تقديرات جزافيه هو بيقدر على سعر الدولار في السوق السود بقيم الذهب ب 71 وب 75 جنيه للجرام في حين انه السعر العادل وباكد لحضراتكم ان السعر العادل للذهب بيتراوح من 2200 الى 2300 جنيه للجرام في الفتره اللي جايه كمان الخبراء بيتوقعوا ان موجه النزول ستصل الى نتكلم على 2700 2600 2500 جنيه للجرام ده معناه ايه فيما يتعلق بالذهب والدولار معناه انه الفتره الحاليه ليست فتره احتفاظ بالدولار وليست فتره شراء ذهب لانه الذهب هينزل في الفتره اللي جايه ما انت النهارده اما تيجي تشتري ب 3450 او ب 3500 او بثلاثه وبعد كده ينزل ل 2500 2600 هتلاقي نفسك في ورطه ودخلت مدخراتك في امور لا علاقه لها بالاقتصاد احنا بنتكلم عن امور اقتصاديه واضحه فيما يتعلق بـ بالذهب على وجه التحديد هستطرد مع حضراتكم اسعار الذهب النهارده عيار 24 بيسجل 3952 وعيار 21 زي ما قلت لحضراتكم نزل من من 4100 النهارده بيسجل 3450 عيار 18 بيسجل 2957 جنيه، وعيار 14 بيسجل 2280 جنيه، الجنيه الذهب كمان نزل من حاجز 33000 جنيه إلى 27600 جنيه، وده نظرا لحالة الاستقرار اللي بيشهدها السوق، وحالة الاستقرار اللي بيشهدها الدولار بعد طبعا الانخفاض الكبير في سعره، احنا بنتكلم تقريبا إن الدولار نزل في حدود 25 جنيه. الذهب العالمي في طبعا حالة من من عدم الاستقرار حتى على مستوى الذهب العالمي نتيجة التوترات العالمية في تداولات محدودة خلال جلسة اليوم وده طبعا بعض الانخفاض الكبير الذي عانت منه خلال الجلستين الماضيتين وده طبعا في ظل قوة الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية ويتداول السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي عند مستوى 20% 24 يعني 2024 دولار للونصة بعد أن حاولت الارتفاع وسجلت أعلى مستوى عند 20 أو 2029 دولار للونصة ده طبعا بعد أن سجل الذهب زي ما قلت لحضراتكم يوم أمس أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2014 دولار للونصة منخفضا بنسبة 7% من, 100 في المية. من انخفاض الذهب بهذا الشكل واستمرار انخفاضه وانخفاض الدولار واستمرار انخفاضه نتيجة تعافي السوق نيجي بقى نتكلم على حاجه ارتفاع الصادرات المصريه على الرغم من التحديات الكثيره التي تواجهها او التي يواجهها الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي صادرات مصر صادرات مصر السلعيه تتجاوز عام 2022 وتسجل 35.6 مليار دولار دي الصادرات غير البتروليه اعلن المهندس احمد سمير وزير التجاره والصناعه ان الصادرات المصريه السلعيه نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسه تجاوزت مؤشرات عام 2022 بالمناسبه كانت التوقعات بتشير ان الصادرات هذا العام ستنخفض لكنها طبعا زي ما حضراتكم كده شايفين لم تنخفض وذلك على الرغم من تتابع الازمات الاقتصاديه على الصعيدين الاقليمي والعالمي سواء بقى التوترات في روسيا واوكرانيا سواء التوترات في غزه سواء التوترات في السودان بالاضافه طبعا للتوترات في جنوب البحر الاحمر وما يفعله الحوثي الحوثيون وتاثيره على حركه التجاره العالميه سجلت صادرات مصر السلعيه 35 مليار 631 مليون دولار طبعا وهذا الامر خلال الفتره المقبله بيدي حافز كبير جدا للصادرات المصريه هذا الحافز الكبير للصادرات المصريه نتيجة في الحقيقة فتح العديد من الأسواق فتح العديد من الأسواق المختلفة في الفترة اللي فاتت في الحقيقة زودنا الصادرات بتاعتنا للولايات المتحدة الأمريكية زودنا الصادرات كمان لقارة أفريقيا بنسبة 17% زودنا الصادرات إلى أوروبا بنسبة 7% تم استهداف في الحقيقة وزارة التجارة والصناعة والمصدرين المجالس التصديرية استهدفت مجموعة كبيرة من الأسواق على مستوى أوروبا على مستوى الدول يعني لو هنتكلم على ألمانيا الصادرات بتاعتنا تخطت واحد وثلاثة من عشرة مليار دولار وده كان مقابل في حدود 860 مليون دولار فقط لغير يعني احنا بنتكلم في دولة واحدة زيادة الصادرات في حوالي 500 مليون دولار كمان افريقيا تم التركيز عليها في بعض الصناعات في الحقيقة كمان الاهتمام بيكون على جزء على القطاع وجزء على الدول في كمان عندنا دول حافظنا على مستوى الصادرات ليها فوق حاجز ال2 مليار احنا بنتكلم على تركيا بنتكلم على السعوديه بنتكلم على الامارات بنتكلم على ايطاليا الدول دي صادرات مصر ليها بتتخطى 2.1 مليار لحد 2.6 مليار دولار الصادرات المصريه زي ما حضراتكم عارفين ووفقا لتوجهات الدوله وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر بتستهدف تحقيق صادرات 100 مليار دولار صادرات سلعيه ملهاش علاقه بالصادرات البتروليه لانه كمان امكانيات مصر تاهلها ان احنا الصادرات بتاعتنا ما تكونش 100 مليار بس لا تكون 200 مليار، لكن ده طبعا بيتطلب اشياء كثيره، بيتطلب من اول حاجه ان احنا نحدث المصانع الموجوده ونوطن الصناعه وده الدوله طبعا شغاله فيه من خلال مبادره ابدا. رقم اتنين ان احنا محتاجين نفتح اسواق جديده في الخارج ونركز على افريقيا لانه صادراتنا لافريقيا برضو ما تزال يعني دون المستوى، احنا النهارده افريقيا في دول زي الصين على سبيل المثال بتصدر لافريقيا ب 75 مليار دولار، طب احنا بنصدر لافريقيا بكام؟ ب4 مليار دولار فقط لغيره وبالتالي احنا ممكن نضاعف صادراتنا لافريقيا خمس ست مرات خلال الفتره المقبله ممكن نستهدف بها اسواق جديده في امريكا الجنوبيه تحديدا ممكن نستهدف اسواق في وسط وشمال اوروبا خلال الفتره المقبلة من خلال طبعا خطوط جديده للشحن من خلال تنسيقات بين مختلف الدول دي كانت ابرز الاخبار اللي موجوده معانا النهارده في النشره الاقتصاديه واللي اتكلمنا فيها عن هبوط الدولار ل 50 جنيه وان شاء الله في الفتره اللي جايه ووفقا لتوقعات الخبراء ووفقا لحاله الاستقرار اللي في السوق هينزل ل 46 جنيه اتكلمنا على ان الذهب خسر 650 جنيه كافه الاعيره خلال اسبوعين واتكلمنا على الارتفاع الملموس في حركه الصادرات المصريه خلال الفترة المقبلة واللي بنأمل ان هي ما تكونش 100 مليار لا تكون 200 مليار من خلال تضافر كافة الجهود كنت معكم عبد الحليم سالم والتقيكم في نشرات اقتصادية جديدة